صباح الخير. قبل صباح الخير سلام عليكم. ها كالعادة شبرية أطلبها من الكبار وتعرق دوين عليهم. يعني ليش شبرية من الكبار؟ أنا ما أدري ليش الطلب، ليش يوم أطلب والله كينج بد. نزيد كينج بد، كينج بد يبقى حد بويه يتمردق على شبرية شرق وغرب. هبنا عازل عمري هنا كان في المكان صايروني. نزيد صباح الخير مرة ثانية. يا ربي في الدور 45 لو بعد حد معالي فوق هنا العرب ساكنة فوق، أظني شيء 20 دور أنا فوق الدور اللي أنا فيه. شوف الله عليكم، هيا بقولك أنا عبارة بساكن في أمريكا، ما بساكن في نيويورك، ساكن فوق نيويورك. يا إلهي الله يحفظكم، حين يسبحونه يبالهم نص ساعة بيخلصون وبيوني. طلبنا الكرسي غير الكرسي البارحي، الكرسي البارحي يمشي وتريري. كلموا الشركة يابوا لنا كرسي بعد من يده يديد ثاني وترياهم متى بيوصلون الكرسي. قالوا الساعة 10 بالضبط بيوصل الكرسي، وخلف قال في خلال ربع ساعة بيخلصون بنزين. تريق مطعم في البارك العود مالهم، اسم المطعم سبارات شيء من هالقبيل. يمدحونه، لقيت شباب البارحة طلبة يدرسون قالوا خالد المطعم هذا وايد زين حق الريوق يعني زين، وعلى في البارك مالهم، البارك هذا مال شو اسمه نسيت شو اسمه، الحديقة العامة مالتهم. وبنصير نتمشى هناك، بنصور بنسولف وياكم يعني، بنطالع شو الهست على ما قالوا في الكويت. والله بلادهم فنانة. بعد علينا المطار، ترى المطار خلانا نمشي البارحة، وعقب بيني وبينكم بعد من عقب ما تعشينا ثقلنا ما رمنا حتى نمشي. يوع وعندهر طيائير وسفر وناشين من صباح الأخير، يعني كم بنيلس كم بنقاوي يعني. دايم شديد انك تدوم يدوم نشاطك ما يستوي، ترى اول ما تنش انت نشيط بخير وسهالة يا غير خلاف عادة، من يخطف الوقت يستهلك النشاط لين تصير وترقد مرة ثانية وترد يرد. ما شاء الله شو بقولكم، شو الدنيا يزيق ما كذا بوبي بلا كلها بنايات بلاتهم ما شيء بيوت. البيوت وين أنا الحين ما شفت ولا بيت عندهم. كان بالحديقة هاي طرفها شيء بيوت يستوي، لكن ما ظني ما أعتقد إن شيء بيوت فيها البقعة. بنيانهم دور مان البلاد، دور مدار الخورة هاي اللي بحصور لكم إياها، هاي عبارة هي عبارة عن جزيرة. هاي نحن المكان اللي نحن فيه جزيرة، كم كبرها هاي الجزيرة اللي شالها الدنيا كلها ملايين الأبراج. ها وبعد هذا لما الحين وسايب على اللي فوق. ها لا إله إلا الله. شدي وصلت الله يحفظكم لين الأسانسير، ورديت مرة ثانية والسبة شو الباور البنك الشاحن البتري ترى اللي يوجه بسرعة التليفون الشرج. أنا شيت مرة ثانية ورديت من يد جديد والسبة شو أخذ الشاحن. وقف صالح يو عندي ونزله وخلصه وأنا جالس أتسحب شغلة روحي شغلتي إن شاء الله. ما في أي سلة يبي هو إذا يضرع على الكرسي خلاص ما يبى المشي أبدا. أغلبية اللي بيعون في الكورنرات هل تشوف كل المحلات التجارية كل بسوريين ومن كل بلاد، والله لكن أغلبيتهم كل بسوريين. ما في أي سلة يبي هو إذا يضرع على الكرسي خلاص ما يبى المشي أبدا. أغلبية اللي بيعون في الكورنرات هل تشوف كل المحلات التجارية كل بسوريين ومن
من كل البلاد والله، لكن اغلبيتهم كلهم سوريين. يطرون شارع الماركات عندهم، لكن اطول شارع ماركات في الكون، ما ادري كم كيلو بكم كيلو. ها حبيبي شوف يا ربي يا صاح. وهي هاي عدد تريجلة تقاطعين وصل فندق تظهر سيد هذا الشارع ترى مظلالة، شارات تخطيط وضبي كلها مربعات، ما فيها مكان محتاس ومكان على يم، ما حد يظل أبدا، ما حد يظل شيء من البنايات اللي على لون هرمي، شيء على شكل القب، شيء على شو بقول. هلا أبوي كلها هي عند ترام تاور، هذا أبوي ترام تاور صلاة. وهذا ها صلاة شفت ترام تاور؟ ايه وين؟ ها شفت العالم كله ابوي يصور عند ترام تاور، كل هالخلوق ها مسجل اسمه بعد على التاور ماله، ولا غلبت شيء. هذا ابوي في الفيفث افنيو توه حاكم توه حاله، مفروض تكون الارض هاي خالية منو قزله اياها وكيف بناها، توه حاله يعني هل اني وحيلة يبني هالتاور ويجري وفي هالموقع متى؟ خرب الله تعدوك يا ترام. موقع فنان بعد متنجي نقل له موقع يعني شيء فنان مبهين. هلا ابوي كلها جاي عند ترام تاور، هذا ابوي ترام تاور صلاة. وهذا ها صلاة شفت ترام تاور؟ ايه ها شفت العالم كله ابوي يصور عند ترام تاور، كل هالخلوق ها مسجل اسمه بعد على التاور ماله، ولا غلبت شيء. هذا ابوي في الفيفث افنيو توه حاكم توه حاله، مفروض تكون الارض هاي خالية منو قزله اياها وكيف بناها، توه حاله يعني هل اني وحيلة يبني هالتاور ويجري وفي هالموقع متى؟ خرب الله تعدوك يا ترام. موقع فنان بعد متنجي نقل له موقع يعني شيء فنان مبهين. وصلنا ابوي عند الحديقة هاي العامة اللي يطرونها اللي يصيحونها اللي هي اهم حديقة عندهم، العنوان الرئيسي أول بادي بنت تريق أبوي في هالمكان، لكن مدة الانتظار قالوا لنا 20 دقيقة. المكان منزور لين عين خلق الله ما خلق، هذا خلق الله ما خلق داخل فل لين عين فل. داخل انتظار غرفة كما كان بعد الانتظار، لأن المكان الزين أكيد في انتظار خاصة اللي جاي بدون حجز يعني. أركب الحنطور وأتحنطر هذا أهم منطقة حيوية هذه، وهناك طفنا على فندق يمي لنشور عليه وأكبر علم محطوط عليه علم السعودية اللي هو فندق بلازا آخر واحد، وحين وأنا سايق أصور فيه. شفت صلاح؟ يلا حين تذكرونا مش عادة. أوكي صلوحة وين بثروا تدعس بين هالعرب التحليم شوي شوي زي صلاح؟ مكبرة من داخل يا ربي بلاد مكبرة، هذا اختصاص مريو بعد يقول له صلاح وين تبي تجلس؟ وانا هنا صلاح قولها ثانكيو قولها ثانكيو. اللي حصلت سويت مشكله كبيره كبيره وصار ريوقنا الحين كلنا
قالوا ان ريوب صلاح بيت اخر 10 دقائق. الحين عاد صلاح. شو صلاح؟ لا لا تري قال تمنت. قال تمنت ولا ما قال؟ خلاص عير تري ولا تيس طالع كلنا ما يخصك فيها كلنا نحن. لا لا ما يخصك. وين هذا؟ ما بكباب كيك بان كيك. هذا بيض مالي انا، بيض طير راس مالي. انت طالبين لك بيبون طلب خصوصي انت. بيعطيك خلاص ترك عقب بترد تعطيه من طلب مالك انت، بتعطيه شويه خلاص. ترى بتسوون شيرينج. عافية. هذا صار ذا فيمس. ذا فيمس وان. ها صلاح. هذا كل صلاح ما بتعطيني شوية؟ يا ربي. يلا خلينا يقول كل شيء ولا شيء. ترى ابوي البانكيك اللي نحن ناكله في هالزمان كله مره ما يتشاهد. والبانكيك ابوي اللي عندهم في امريكا هو يسمون البانكيك الاصلي الولايتي. ولا يا ابوي نحن اللي ناكله هاك اللي لك في المصرف. هذا شو داخله؟ حرامي انك تتحراه 5 فروش. هذا بانكيك. ها هو بانكيك. هذاك اللي عندنا بانكيك. هذا كانكيك. والله العظيم صلاح. صلاح ترى ما تبى انت بانكيك؟ ما تبى. ما يبى ما يبى ما يبى. حبيبي بس عليك بتندحك. انا ندحك؟ شكرا. وراك هالبادي هاك مكبره بعد. هتي هتي يا دادا. هتي هتي يا دادا. صلاح صلاح صلاح. يلا باي باي. عبارة عن الفاتورة. الفاتورة how much is it the bill? The bill is 175. 175. Okay. And the tips, there's 3 options. Uh-huh. 18%, 20%, or 22%. Most people say like 20%. Uh-huh. Or and if you really like the service, 22%. Okay. No. Take this one. The last one. The last one. So it'll be $35.50. Okay. So it'll be 1 3 1. So $211. Yes. Good. So $211.06. هاي طريقة. Thank you very much. الله يحفظكم. كل ما المفروض الواحد يعرف اللي قصدي أمر التصوير هذا إنه يجيبون الفاتورة. ناس وايد تعرف وأنا مثلا ما أعرف، فلذلك سألته الفاتورة اللي علي كم؟ 175. فيها كل شيء على ما تشوفون. تحت يحددون لك اللي انت تبى تدفعه 18% 20% 22%. تقدر ما تدفع ولا شيء من هذيل وتدفع بس مالك انت اللي هو 175. فلذلك كل انسان هو شيمته. ان شفت الخدمه زينه واكلهم طيب تكرمهم، ان شفت ما بشيء انت وذمك يعني. قال ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. عيبني التصرف والطريقه هاي. وايد يازك الدنيا، وايد وايد يازك الدنيا. فيها العجائب. كل بلد له قانونه وله طريقته. في اليابان يوم سنة طوكيو، يوم تعطيهم في طوكيو في اليابان لو تعطيه 1,000,000 بخشيش وانعطيته ربيه بيفرهن في وجهك. قص خشوم عندهم. اكبر عيب واكبر ممنوع انك انت في اليابان تعطي بخشيش. ممنوع. لو ينجلب الحبشة ما قبل منك كأنك تسبه. فلذلك ما يقبلون بخشيش في أي حال، على أي حال من الأحوال. في اليابان كاملة. وهني يقولون لك يعني بتقيم خدمتنا، أنت قيمها إذا أننا نحن زينين. لو ما بزينين، إن زينين تراك أنت بتعطينا، وما بزينين ترى نحن وشطارتنا يعني انت تشارك ظالم منا ولا مكرم منا على هواك. The food it was very good. Perfect. And thank you for everything. Thank you. Thank you very much. Thank you.
كلهم أحسن عن الروعة. طلبنا يمكن 5 صحون نحن، نحن 3 أنفار. أنا عادة أطلب صحنين زيادة، يمكن شيء ما يجوز ولا يعني اللي هو المهم البانكيك هذا من الشيء اللي حاطنا أنا باب الاحتياط يعني. يمكن شيء طلع كله يجوز وكلنا بعد هاك اللي حاطين احتياط. كلهم في منتهى الروعة. والله وايد العرب اللي طالب بانكيكة انتهينا. صمصمن عليه. قال لبي يا حبيب النبي. كل هالعرب عارف ترى وايد فنان لكن روعة ثم روعة. هذا الميدان الله يسلمكم اللي عدال لمشاهد فندق بلازا حاليا. هذا المكان اللي غير نمونه، منطقة الأنظار، العالم كلها بوي اتي هالمكان ويشاهدون بوي هالفندق على تشوفونه. هذا ابو الفندق اللي يسمونه بلازا، هذا علم جدي السعودية. هناك نحن ما يخصنا مالتنا زين. هذا ابو الفندق بلازا ومشاهد عاد الحديقة، الحديقة العامة اللي يصيحون منها، والمطعم اللي تريقنا فيه في طرف الفندق هذا. هذا اكيد ان الفندق وايد فنان وغاوي. نحن ليش ما جينا المكان هذا؟ نحن ما انا ما ادري. يكثر العالم ربشه ودنيا وساير وياي وحركه يعني. كان هاك فنادقنا نحن عيل هيلتون وما ادري شو وما بهين يعني بهاج الحزين. وهذا ابوي يسمون المكان سنترال بارك. سنترال بارك هذا ابوي مره بعين الماء، بعين الماء على ما تشوفوا بعين الماء. هاي ورا النشر هذا العلم السعودي ترى ما شاء الله. الله يحفظها من دار علم المملكة، مملكة التوحيد، الله يحفظها من دار. الله يعز سنترال بارك يا أجدع الناس بتوع مصر دول من أول يا عسل. آه صلاح يلا غايته يلا. ها سنترال بارك الحين بننزل يلا. الحين نحن بننزل هذا ها سنترال بارك حديقة العود نزيل. صلاح أبوي نزل قبلنا. يلا عادي يلا انقفض عدل عقالك زين يا ابن الحمولة. حكينا حكيته وياك بالك شو تقوله حمومة. الله العظيم يا صلاح انت روحك فيلم. ها صلاح عدل عقالك زين حمومة يا ابن الحمولة. حكينا حكيته وياك بالك تقوله حمومة. بسم الله تلمس عمرها سنجاب. لا خلي شوية مش عارف صلاح. لا لا حبيبي لا لا شوية مش شوية 5 دقايق وعقب. لا مش شوية حبيبي مش طلع جويلاتك عن أبو صلاح. لا خلي نسوي صورة غاوية في سنترال بارك زين بلاكتي. أنت في سنترال بارك وجانا مو نويب. انت وين صلاح في اي سنترال؟ ما حلو سنترال بارك. باكس باكس بعد ايه عارف. وجه طلع حق بصورك. انا ما اسوي يعني شو ماشي. ها ايش عندك بتبول؟ لا تحمل ما بوقت تحيني عثرتنا وين بوتيك. اخ عليك صلاح مصبنا في المطعم ما قلت عيال تبع سيد الحين تبع شيء يلا ماشي. الله الله فينا راتب ابوي ود هناك الفندق ورد فندق هي هذا فندق فندق السعوديه عليهم عليه النشر مال السعوديه ما بيقولون موجود من جميع انحاء العالم ان كل بلد فيها شيره معينه يابوا زرعوها في هالحديقه العامه. يعني جميع الاشجار اللي في الكون موجود من كل نوع شيء. أبي يقولون القلمان إيه قلمان موجود، الحميض موجود، اليعده، الصبر، كل شيارة في الدنيا حتى شيار سقطرة ميوب لهم
مال السودان، مال من كل بلاد ميوب، من كل قارة في الدنيا العود، وكل قرية وكل مدينة ميوبة شيرة من عندهم مزروعة في هالمكان. يعني ما شيء شيرة في الكون مش موجود في في الحديقة. فعشان نسمينها سنترال بارك، ودور ما بس حديقة عودة لها أول ما لها آخر. نحن حتى ربع الرب مر من قصاها، كبر هاي البارك ممكن بأربع خمس مرات، لكن منو بيروم يقصاها؟ إيش علينا سكننا ما برو؟ غير نحب نطمت شوي ونب... أنا قديت واحد مصك، قديت واحد مصك من الصراط، من كم من يوم لا رياضة ولا هم. الحين كم بكمل؟ عشرة أيام، عشرة أيام ماشي هي ذوكم عروس. حافظ على العروس. هذا يوم أبوي يقول لك أغراب وحال على ياسمينة، هذا أبوي هذه المقولة في هالمكان وهالموقع. وفي كنتي أبوي السنترال بارك، غراب وحال على ياسمينة، ما كذا أبوي اللي قاله. أبي غراب بعد، غراب بوديل يعني الدبع، يعني غراب بوديل هذا هو، هذا اللي يطرونه غراب بوديل. مقواتش مقواتش يا سعد حظك، كان ماخذ هالعم عم من عمومك ماخذ يحبها اسميها. تعرف كم بالنسبة للتاور مال ترام تاور اللي مكتوب عليه ترام تاور؟ اقول لكم متى حال اللي تو حاكم، متى اخذ الارض، متى بناها، متى طلع ابويه عنده البرج هذا وباننه من قبل ما يحكم، يمكن بلك 600 سنه قارب الله. ترى كان بني من الكبار، كان بني يقول لك ترام ما بالله بالله مني بالطريق استوى هذا، لا كان بني وعنده مال المؤمنين والمؤمنات، عنده مال المؤمنين والمؤمنات في كل مكان حاط عمره غير بالله تمقواه. انا اتحرر له من حكم استوى عند التاور هذا، طلع له توثج ابوي يوم صبيراقل فاد حي. ايوم يقول لك المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان، المال يتبع المال والقمل يتبع الصيبان. الخبر هذا منو يابه؟ ما يابه حد منكم كشره ولا من قوم ابو عبود ولا من الحليانين اللي ما يايدون ولا يعلمون. يا بيت لي الخبر هذا بنت اكبر كمبني قرب الله تعدوها ما شاء الله عليك اسميها بنت بي عاده من كمبني الكبار ابوها، وتنبت ويابت الخبر وطر ودرت كل علم خبر ويابت هذا الخبر روحه. يعني ما بنها رمس وايد ما علقت عليها، هي تعلق جزاها الله خير في كل شيء، يعني يا خير هذا ما حد علق فيه الا هي يابته، يا بيت الخبر ليقين. هو ما اقول عن شيء مقواج. ها امين امين يلا تبع اي وحده هاي هذه اي وحده تريد الحين هذه يلا يلا بريت ابو البيضه هذه لا 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 هذا هاي الربان الحمراء حشيره تشبك عند فوق لا لا تعقبضها خلاف لا يتكود ترى هين هو بيتريح ديرك به يلا واحد اثنين يلا يلا صلاة خلف ريول ريول قضى تحت ايوه ريول ناشب تحت يا ها سير روحك لو سير وياه لا سير سير روحك يلا يلا مع السلامة ودي روحه ها اوكي اوكي ان شاء الله يا تمام ايش رايك في الحنطور زين زين اركب الحنطور واتحنطر يلا هذا اركب الحنطور ها شقيقنا الاصغر شيء لفتين لفه ب 120 دولار وشيء لفه ب 150
150 هاي تي الله يحفظكم توديك 55 دقيقة، وهاي تي أدنى عنها بالوقت 45 سنة. تلف الدور مدار الدنيا هاي كلها، يعني ساعة إلا 10، ساعة إلا 55 دقيقة بعد كيف. هاي فندق وين تونا تريقنا طرف هذا أول لا. وين خلف وين اللي تريقنا فيه؟ الحمد لله. على فكرة المطعم هاي اللي تونا تريقنا فيه يقولونه وانه شيء لفرع في دبي، يقولون في السيتي ووك. حافظ على البنفسج، شوف الحنطورين هناك كل لونه بنفسج، قميضة ما شفناها الا عقب ما باليد الحين. 26 ألف شيرة اللي داخل السنترال بارك. And more than 300 movies film here. وسوى أكثر عن 300 فيلم. Here. Yes. أكثر عن 300 فيلم شو سوى في الحديقة هذه. What else? The park is 843 acres, 3.5 kilometers square. خيبة. 10 كيلومترز. 10 كيلومتر. 10 كيلومتر مساحته. 10 كيلومتر مربع. مربع سكوير. What's that? 10 كيلومتر. 10 كيلومتر is the around the park. لا يا اللي يسمونك دور مدارها 10 كيلو. The ice skating. We saw it. Yeah. Yes. Which is called Volmondry. Also, it's known as $2 million there. The skating. The skating. Trump has donated $2 million. Yeah. That's how they finish it. Well, otherwise, they have no money to finish that skating rink. And he donated $2 million. That's why the ice skating rink is free. If you bring your own skates, it's free to skate there. Walla. شوفوا. هاي سكيتنج اللي تشوفونه بوي مال ترام، خلينا بوي بلاش سبيل اللي يتزحلق هو وعياله. The five movies are filmed here guys. Alone 2, Serendipity, Limitless, Love Story and the Jim Carrey's movie Mr. Popper's Penguins. كلهن بوي خمسة افلام اللي دور ما دار سكيتنج سووهم. روح اللي دور ما دار سكيتنج هذا تشوفه. This is here only in the winter time. In the summer there is a carnival there. كرنفال يسوونه بوي في الصيف. Victorian Amusement Park. شوف انت ما شاء الله عليك. يا سلام سلم. Where do you come from? Turkey. ما شاء الله. ياك شملار. ياك شملار. What's your name? Samet. Samet? الله Samet. الله Samet تقول لي. Samet. 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 عبد الصمد. عبد الصمد. عبد الصمد. Not Samet. Not Samet. إيه. عبد الصمد. عبد الصمد. إيه because no but not allowed to say الصمد. حرام. But here, you know, it's easy to be people just saying Sam. Samad, Samad, no problem. Samad, no problem. But Al Samad, no, you can't. Oh, it's a name for God. For God. One of the God names, Al Samad. You say Abdul Samad. Abdul Samad or Samad. Samad. No problem. But Al Samad, you can't. Yeah, well, be careful. جهنم وبئس المصير. What's your name? خالد. خالد. إيه خالد الخالدي. خالد بن الوليد. خالد بن الوليد. زي ما سألك الرجال اسمك أنت. صلاح. ها؟ أسك ما سألني. صلاح. رجال يتحبني جسمي قلت له خالد. رد هذاك صلاح مو أنا صلاح زي ما تخبرك استريا مستعيل أنت كل شيء مستعيل عليه. شيخ أنت. Guys, this is chess and checkers house. There are 20 tables here around the place here. Hey. 20 tables to play chess and checkers. What is chess and checkers? And chess is the how we call shahmat. Shahmat, shahmat. Food. Game. لعبة. شرط شطرنج. شطرنج. Yes. شطرنج. والله. شطرنج ترى. In English also شطرنج. No, chess. In Turkey. شطرنج والله ان ارسن عربك شطرنج شطرنج يا از ا لوت اوف ورلد فروم عربيك ورلد ويتش وان ذيس از ذا هاوس ديري هاوس ذير واز ا ديري هاوس يا وي ار ميكينج ميلك اند تشيز هير ميلك اند تشيز نوت اني مور 60 70 ييرز اجو واي بيكوز ذي دونت نيد ات اني مور يو نو 60 70 ييرز اجو ذير واز انيمالز ذير اراوند ذا بليس يو نو اتس نوت لايك نو انيمالز يا نو مور انيمالز
And this is the Twin Towers there from the movie Ghostbusters. Uh-huh. It's the first Twin Towers of New York, over 100 years old buildings, apartment أيوة. Buildings. هذا يقول لك اقدم مبنى توين موجود في نيويورك 100 year من 100 سنه. His name is San Remo. San Remo. San Remo designed by Italian architecture. هي ايطالي اللي مصمم المبنى هذاك التوأم اللي هناك. والله كل شيء فنان. Floor is here. 93 دور البنايه هاي اللي تشوفونها. اطول بنايه سكنيه شقق في تنتيا نيويورك هاي البنايه 93 كل دور each apartment بالفلور كل شقه بدور كامل and the top floor sold $95 million there 95 مليون دولار بتاع الدور الاخراني اخر واحد 95 مليون دولار خيب How many Turkey money? 95? Let me calculate it. 350 million. 350 million Turkish lira. يا رب البيت والحرام. البناية مالت ترامب 80 مليون دولار 80 مليون دولار بس الحراسته يحرسونها. الحراسة اللي دور ما دارها $83 million and who's there's apartment or hotels or what? Office only office the business yeah أيوة those are the statues of the writers here guys the authors the one here close to us is the Shakespeare this man Shakespeare this is the one Shakespeare here والله yeah how do you know this you see the name the Shakespeare on that Yeah. Shakespeare, he's American guy? No, he's not. But he's a writer. He's a author, you know. Hey. That's why. شوف أنت. منهاتن مدينة منهاتن اللي نحن فيها هذه كلها يبل على هالأساس تتحمل الأبراج والناطحات سحابها اللي تشوفونها لأنها كلها من يبال كلها من يبل يعني شفتوا يبل كامل. مبناي عليه يعني ما تعبوا في الاساسات هذا الاغنيه يقول لك تحلها منها وفيها العيون تحلها منها وفيها يبقى اساسات منهاتن منها وفيها اغنيه الكويت يقول عيونك الله معطيها كحلها منها وفيها هاي بالنسبه عن الاغنيه الكويتيه وعن منهاتن اساسات منها وفيها رايت اور رونج رايت ثانك يو but I just telling you a little bit You're just explaining a lot. كل حد يقول شيء أنت الحلال لا بل أنت مستعدي العرب لهم الجنة. This London plane. Yeah. London. London plane. London. This is from Hyde Park. They brought it. Yeah, maybe. صح? Yes, I'm sure. Maybe. They said the most of the trees here not from USA. Yeah. Yes. Mostly from Europe. From all the world. All the world. Yeah. All the world. They have very different kind of trees here. إيه سبحان الله. شقيقي بردان؟ بردان؟ شيء برنوس عندهم خلاص. برنوس؟ ها بحيرة يسمونها باتيستا. الباتيستا هاي تستوي اغلب الافلام الامريكيه هذا موقعها وين استوت انزين اكبر الاعراس والمناسبات الزفاف واغلى مناسبات زفاف تستوي في هالمكان ان سمر تايم وقت الصيف اكبر احتفالات الزواج تستوي عندهم هني اهم مكان يقول هذا الرجال في ذمته هذا في ذمته الرجال مع وين وين بلاد؟ بنغلاديش ما شاء الله ما شاء الله بنغلا هاو ار يو؟ مع السلامة صلاح؟ من وين؟ بنغالي بنغالي حليلة يقول لك النهر هاي اللي تشوفونه الاول قبل ما تستوي منهاتن هذا النهر
طارين له درب بين ليبال مخصوص على سب الخيل، خيولهم يسقون الخيل من هالنهر. يسقون الخيل من هالنهر. هذا هبل حينه من سنين، أيام ما كانت منهاتن عند الله علينا صنادج، صنادج وبيوت شعار وشي بيوت كراتين، حالتهم لله. الله يرحم من يرحمهم، ما بالحينه هم يرحمون الوادر. رب العالمين يغير من حال إلى حال، يعز من يشاء ويذل من يشاء. جون لينن كان ساكن هني، وانجتل هني في 1980 صح؟ yes. 1980. Is the oldest building in Central Park West. وهذه بوي أجدم بناية في سنترال بارك في 1881. يا ربي تلخبطت أبوي الأرقام. 1881 إيه وانجتل هو في 1000. انجتل يقول لك فيها كيف يعني انجتل عقب بنوها؟ ظنك كده عاد المطر ونحن ابو القفاط برد. ها صباح بردان؟ بردان لو ما بردان؟ ها صراحة شو رايك تركب سيكل هذا؟ ما يبى ابوي ما تبه بطران انت. هذا 80 سنة عمره. For breakfast or what for? Breakfast, lunch, dinner. Most people are coming here for dinner. يجون حق الغداء على for dinner. Very famous restaurant. يقول في دمته هذا. هي 80 سنة عمره. What did you say about this bridge? There is a movie name is Elf. Hey, yes. Which is filmed here. Okay, this is this a bridge. Look the طابوك شو اسمه عبد الانجليزي قفتش الحين. Stone. The stone we have from we, before we born. This stone we use it in the سطح with طابوك in Arabic مشربك طابوك طابوك مشربك مشرب ليش؟ ها ها حتى هذا ها. The same this one we had before when you were outside. On the other side there is a Trump International Hotel and a tower. This is another building. بعد ما ترامب؟ It's an hotel. This the black one. Yes. قرب الله. Which hotel? What the name of this hotel? Trump. Trump Hotel? Yes. والله العظيم he's very rich man صح؟ Do you guys have any Trump building in Dubai? In Dubai? Yeah. Walla? There is or there isn't? I don't know. I'm asking you. I don't know. How could I? They have in Istanbul? They have in Istanbul. Yes. Trump Istanbul. Walla? Yeah. أيوة يقول لك في كل بلاد عنده بناية. في كل بلاد عنده برج. مسمينه برج برج ترامب. وهني بعد هاد ترامب هوتيل وترامب تاور وترامب طحنة الزمان تطحنه. شو بقول لكم؟ كل شيء نسوي بس. That building here. Wait. Yes. The top three floor is asking $250 million. This one, new one. Yes, new one. والله. Yes. The top three building. One bedroom apartment starting from $5 million there. Which building? It's the tall and skinny building. يقول. تبوي الجولة بهالركش الفنانة وانبسطنا وحينا من الله خير. يلا صلاح يلا المدير شوي 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 ايوه ها ها صلاح اطرق ها ها شو اسمه عبد الصمد ها تيك فروم بوس صلاح هي ذا بوس ثانك يو فيري ماتش اوكي والله ان ما شفنا هالعربان شو ما زينها شو ما زين البنفسه غميضه غميضه والله ان ما شفته شوف شيء ملكي عيننا سلجيم شو ما زين ما زينك يا ملك الالوان ما زينك
ما جينا. The same price, huh, Sadiq, brother, the same price? What is the same price? Here, this? Yes. يلا صلاح. 54. صلاح ما بي عايز اللي يمشي على الرصيف هذاك. قرقرة. لأنها يبقى مكان تيها النمونة. ناعم عتب الكرسي ما يسوي ما يرتي وما يبى الري ويبى كل الهدوء. شيخ انت شيخ ما شيء مني من يتاثر مساج هذا المساج هي شوف هذا ابو فندق نسيد كل هالطرق ابو يتودع عقل الفنادق الخط يمين لو يسار شرق لو غرب هذا سيدي وريك السنترال بنك صلاح قل له اصبر اصبر يلا ها شوي شوي افلس ها كله حق ستاربكس سايرين صلاح تبى كوفي؟ ايه واحد او اثنين؟ واحد زين يلا 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 واحد اثنين صلاح سو باي هاي هدلا صلاح بردان يلا سير الحجرة سير سبح بدل سبيت كنا ما تبي سبوح خلاص سب مرة ثانية حق تدفع يلا 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 سير فندقنا مرة ما بظلالة الحين عرفت أنا وين هذا أبوي فندقنا هذاك وين ساق شبد السماء ها أبو النشور ها وين الإعلان وتمشي شويون ثلاث دكيكينات ها صلاح لا تتكود نزيد من توصل بعد الإشارة قدامك أبوي ستاربكس هاك وين تونا ظاهرين منه وهذا سيدي يوديك وين عين الماء وين سنترال بارك وين شارع الماركات وين الدنيا كلها يلا بس عاد عليك هاي هاي الله طالع نصير الحين بوي فندقنا بنصلي بنعين الله خير ها 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 يود 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 لا صلاح لا حبيبي انت ريوك صاحية قلنا بس المسافات الطويلة كرسي عيبك عيبك السالفة اشوفك الحبيب اي ها الخيبة الخيبة شيء شيء ما احنا قال الخيبة صلاح لازم تحرك ريولك شوية هي يلا يلا لا لا دخل داخل نشيل ويانا هي هي صلاح اصبر اصبر هذا اللي واصلتنا بنسولف بنرمس بنصلي اول بعد بنصلي مطر دقيقة ماشي مطر ودقيقتين ولأن يتكم حلبة شو أمور وايدة صلاح انت وين وعن ابوه كم هو اخ عليك ها 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 اقولكم الصبح اول ما ظهرنا وفجأة يا برد قوي وحين يا مطر شو بقولكم جو يجيب اليهد ها ياي ها خلاص؟ الحمد لله الحمد لله ما يبون صبيت ما؟ ايه ايه تحمد الحمد لله هاي الحديقة تبنى اللي كنا نتمشى هاي الحديقة جريبة مرة تحت حبيبي أنا ما أكلم هذا ما حرام حرام شو؟ بس أنا وإنت تريد شو؟ ما منو هذا صلاح؟ عسل شو بلا؟ حاضر خدمارة خدمولي خدمة لا يقول لك حرام لا تكلم خدامة ايه؟ قال يلا يلا رد كراتشي صلاح قوله رد قوله روح كراتشي خلاص ما أريدك شي خص فيي أنا تعلمني حرام الحلال قوله سوي قوله رد سر كراتشي سر كراتشي كراتشي قوله حرام قلت ايه حرام ايه
شو التحرى؟ ويا صبيب مطر خاري أمين. ما برا بنظهر الحين شوف ها كل مطر صحة ما شاء الله مطر وايد اقولكم ترى ترامب ابوي عنده عقارات في الدنيا العود كلها في دبي ما ادري كم مشروع عنده وناهيك عن شرق وغرب ابو ظبي وما في كل مكان مبني فاد حي باجي بس يكون عنده عزب واستراحات بحريه ولا ما اغلب شيء والله لو يجرون عليه شيء من اليزر ويسوي فيها شيء ما حدش سواه شيء ناتك يعني شيء غريب ما ادري والله شو المقترح لو اتلاقى ابويا والله لا شور عليه خليه يستاجر نجره الحديريات ولا هب الحديريات وايد ابو ظبي كان هنا شيء من الحول اما الكركم ولا قشه ولا شيء مليون يزير لو اتلاقى وياه بعرض عليه استاجر يزيره باليزر بجره روحي لو بيعطوني الشور بجره يزيره يسوي فيها شيء ما تستوى لكن ضروري يكون عاده كله حلال ويجيب حد يكون يشتغلون ما ادري كيف المهم الاداره عندهم لكن الشور عندنا الاداره عندهم لكن الشور اول بادي لنا وعقب نوافق والله نطالع له شور يعني فكره يعني حلوه اتوقع انه لازم يكون شيء ما تستوى ما زين لها البنايه تحب الله عليكم فوق لتحت يا ربي هاي تحت هاي الدور العشرين ما ادري كم هاي اللي باين من تحت عاد ما يدري كم دور سايره فوق جبد السماء أقولكم تصحيح المعلومة البياحة في الليل توحى التراب كان في بطنها تراب ولا طين ولا وحل التوحى وفي النهار لأنها تاكل تنزل الجوع تحت وتازم تلقط فقيرة فتاكل من تحت القرم وتاكل من كل مكان يعني وحليلها فلذلك في النهار يازم في بطنها تراب وفي النهار عسى ترقد وتطفح فوق تغفي تعقى التراب فصيد الليل هو ليه ما فيه تراب وصيد النهار هو ليه فيه تراب بس بغيت أوضح المعلومة لأن أمس الطيارة قلت أنا في الليل وفي النهار كله فيه تراب بالغلط يعني شيء طبيعي ومش غلط أن الواحد يصح المعلومة أنا أعرف المعلومة لكن قلت في كل الحالتين يعني بالغلط قلت في النهار تأكل التراب وفي الليل تأكل طين فلذلك طلعت المعلومة نفس الشيء خوص بخوص ورقعت السم خصف يعني ما كأنك يا أبو زيد ما غزيت مثل اللي فسر الماء بعد الجهد بالمائي فلذلك الحين أصح المعلومة أن اللي في الليل البياحة بطنها نظيف صيد الليل يكون بلية تراب وصيد النهار بطنها ممزور بوي طين ريج تراب ريج وتشيخ البياحة يا الله يحفظكم في الصفري فالصفري أنسب وقت حق البياحة أتوقع الحين البياحة فيها حبل فتازم شوي هزيل وتجلفع شوي البياحة وبارك الله فيكم شو يا بارك والصفري على الله يحفظكم وقت قيض المركبي يوم يتكود المركبي اللي هو ترني والشخاخ في السوق الموصلي الأول يوجد بس على الشرايع العين والبريمي الموصلي الحين الموصلي مش موجود شرات المركبي والشخاخ يقير يلده ملمسه ناعم ما بمعفص شرات ويحد من العرب لا ياي صافي شرات ستار الياهل ولا المركبي العود اتي ابدا عفان الله شرات اللي خطف عليه من العمر من الدهر اتي هي والله يلا برايكم كل قبل اظهر انا واحد من عقب حضين المغرب بنطلع ولك
ايش دار انا اريد اصور تظهر وياي في الصوره اللي تحت اللي تحت ما يهوس علي فوق ايوه شفت الباحث انت هوس علي فوق ماشي عنده مساج هني حبيبي لا حبيبة. لا لا ماشي حبيبي في تايلند بس بس هي ماشي ما سألته رياضة ممنوع لا ثاني ماشي حبيبي ماشي قال بس يوم بصير بلادكم تكون ناقصة بدي بلا مدينة أنا ما أدل سألته ما تندر قال ماشي أنتي أنت تدل يوم أنا ما أدل قبل ما يسوي تخبر لا حبيبي سألناه ساعة قال ممنوع من هاتل أمريكا هيوستن في سمون هاي نيويورك قالوا مساج ممنوع هي قالوا مساج في بانكوك نعم مرة ثانية بنروح بانكوك وبنصير بانكوك إن شاء الله سنة بنصير ولا تبي تصير عن طه المغرب شوف طه بن عبد الجليل يقول عازمك أنت أتي أنت والدريول أنت ويا أسد يرسون عنده 10 أيام شو رأيك في الرباط بيوديك هناك بيمشيك لكن يقول ما تسكنون في الفندق تسكنون عنده في الفندق أنت مع أسد أنت مع أسد شو رأيك قبلت الدعوة شو قلت الحين يا طه بن عبد الجليل اسمعي أبو عبد الجليل ترى أبوي صلاح وافق وبيك طالعوا الوقت اللي يناسبكم المهم قبل رمضان خبروه بيكم هو يا أسد تلقفوا له هناك مطار المغرب يوم بيي تلقفوا له لين الطيارة أنا هني برشبهم لين باب الطيارة شو رأيك وافق ما قال ما يبقى فندق وافق إنه يسكن عندكم لكن لا تزكون صراط عيوش وعيوش طواجي عطوب أكثر شيء سلطة وترى ما يحب المشي وايد وما يبقى مساج يقول هذا أبوي ليه هذا تايم سكوير تايم سكوير وثيا تايم سكوير هذا تايم سكوير هذا يا الله يحفظكم تايم سكوير هذا تايم سكوير هذا أبوي تايم سكوير صلاح غاوي تايم سكوير ما في أي زلة والله زين فوق عن الزين تايم سكوير غاوي نفاهة وعالم ليلهم نهار ونهارهم ليل والله النهار دور لادمي بتفق ما تلقطها في التايم سكوير اوه الليل طاح العرب انا ابوكم خفافيش يا ربي يا اخي دنيا صلاح كافت من الذن يا ربي والله نصبوعي انت يمدى برد فنان المكان ودك تتمشى لكن يابك الدنيا مثلجة برد برد مش اي برد موت 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 الموت بعينه ياو والله انا ما يشبع لكن حتى لساني يتغضن يرتبط لساني من البرد لا اله الا الله يطرد شراني عاد ما شو العالم تايم سكوير ما شو العالم وين وين جايين هالعرب هكذا وين منفتشين هالأمة من وين منو فاتح عنها أكثر اللي تعتضل هني كل مكان يمتاز عن الثاني شيء غير عليك الصلاة تريا وتريا وتري خليه بخلص أصور عن أبوه ما يبغى يفارق لا هو خايف على ريوله
صلاح مبسوط؟ اي مبسوط وتقافض. لا 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 ثلج غير. ها تعال بنيس هذا كوفي جنة. صلاح صلاح ها خذ ياي خلي طال عرض وجه خلاص. ها وين انت عاد؟ ها شوف وين. لا والله تايم سكوير. ايوه صلاح انت وين؟ تايم سكوير. لا ما سمعت. انت قول تايم سكوير. صلاح تايم سكوير انت عارف ما تخلي شيء ما تعرفه. مساج تعرف تقولها مساج. لا لا قول تايم. لا 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 تايم سكوير. يا ربي يا صلاح منك يا ويلك صلاح. خالد ها ليه خلص؟ ها طيارتنا تبغى تصير بضيف تصير حق طاها انت؟ ها دابي اول بضيفي وبعدين بنصير عندها زين ان شاء الله حي ان شاء الله ان شاء الله نحيين ان شاء الله نحيين لا هو لحد ان شاء الله قول تايم سكوير وين من هنا هاي؟ ليت من يكتبها باسميه لو عرف تراب. الله الله هي تراب خاطريه في هالبنايه. بيقول لك بيقول لي فارق طيب يا ابو محمد. هلكنا من البرد ويانا ابويا ويا ويا شاب شقيقي الاصغر خلق شقيقي اللي اكبر عنه بسنتين صلاح. يعني انت الاصغر يعني؟ انت اكبر عنا كلنا انت الشيبه. لا صراحه انا بن شيبه. كنا ابوي نتدفى شويه برد موت برد برد اللي في الدنيا كله موجود خارج. فدخلنا ابوي كوفي نشرب لنا كوفي لين يجي وقت العشاء. عشان لقطنا لنا موعد في مطعم لبناني. قم عاد الحين فتش تتذكر عاد منو شو اسمه المطعم؟ شو اسمه المطعم؟ اسمع عندي اسمه اي ال اي ال شوف اي و ال اي و ال و اي شي اسمه يكتب على هذا يوديك لين هنا. المهم لقطولنا حد الساعة 9:45 يعني بعدنا ساعة من الحين ساعة ونص عني موعدنا مع المطعم. شو بنسوي؟ قلنا ابوي بندفع لي كبدي والسب ترام. كيف يعني انت ترك الحين انت ما تعرف ان ترام من اغنى اغنياء العالم؟ ما تعرف ان في كل الدنيا له ابراج وله عمارات وعنده خير؟ والله يا ابوكم يا اني ما دريت ولا علمت ولا امتحنت. انا ما امتحنت لا من ترام غير انا ماشي خسر باللي عند العرب. كان عنده ابويا كان ملك العقار ولا ما بملك العقار؟ انا والله يا ابوك انا ما يخصني كان فلان عنده يهمني اللي عندي انا عند العرب وعند كان ترام ولا غيره بيهمني شو راس ماله وشو عنده شو ما عنده. يا والله والله ولا افتكرت باللي عنده. كلولي كبدي كيف انت ما تعرف اللي عنده ترام؟ انه عنده مال مومي ومومنات وانه اغنى اغنياء الكون وانه من قبل ما يغدي رئيس كان او انه اغنى ملك التجار وعنده في دبي عقار وعنده انزين دريت عقب ما رمسكم عرب لك قبل والله اني لا اعرف لا اعرف ولا ابغي اعرف لاني انا من ما يخصني باللي عند العرب. يعني من استويت يعني ترى ترك اللي ما يعني فايده اني انا طالع فلان عنده عقار ولا عنده بيعطيني ما شيء مشكله. الحين هو في امريكا بعرف اللي عنده. انا اللي قربيتي ما عرفت اللي عندهم بعرف اللي عند اللي في امريكا. انا ما طالع عليكم انت ابوي عدل بواحد ولا باثنين آلاف مؤلفة اللي عندهم هالمعلومات. والله كم عفدولي آلاف قربوا انت ما بعايش عشان ما تعرف ان ترام أغنى الأغنية. أنا ما أشوف الموضوع مهم يعني انه باي ضروري انه يعرف هالمعلومة. أنا والله لدرجة وصلت الواصل فيه قلت أبوي حب حي ما بوي العرب ما بوي الحيي هالمعلومات الناس كلها تعرفها. أنا أبوي ما أعرفها والله وقسم بالله العظيم أني ما أعرفها عرفت ولا تهمني يعني
يهمني يبقى يقولون يا مطر مكان فيه صيد مكان فيه سمك مكان غاوي حديقة هل طرب ما أدري أي شيء يعني يهمني أعرف يا قير ترامب وشو عنده ولا علان وشو عنده شو ما عنده شي خصني ما يخصني أنا أبوي ترامب غير ترامب خصني بشيء لبلادي يعني شيء علي نشر بلادي علي علم بلادي سفارة تبع بلادي عرفة ولا بلاد تهمني عرفت ولا عقار ومال ترامب وفي أمريكا ولا يوجد في الإمارات ولا غير الإمارات أنا ما أعرف يا أبوي ما أعرف ولا أريد أعرف عجيب فبضبي أعرف لأن شوف مثلا من يوم نحن يا حال نعرف أن البناية هاي الفلان وهاي الفلان وهاي الفلان وهاي الفلان من يوم نحن يا حال ونقزت الأراضي قدام عيننا وتشيدت وطلعتها قروضها من دارة شيخ خليفة الله يطول عمره أول شيء بواحد بالمية عقب نص بالمية وبهالطريقة فلذلك ملم لأن في أبو ظبي وشوارع أبو ظبي معروفات ورابي فيهن فلذلك أعرف كل البنايات 90% من عقاري أبو ظبي البنايات أعرف منوله لأن من استويت في نصهن وعارف نصير نمشي ونسير ولا ونتكشت ونتمشى وين العقار فلذلك شوارع معروفات اللي في الخالدية واللي في البطين واللي على الكرنيش نعرف كل البنايات وين ومنوله يا أخي في أمريكا وبعرف منو بنايات أنا اللي في دبي ما أعرف منوله ولا في غير باقي الإمارات ما أعرف وظبي أعرف لأني من استويت فيها وأعرف بلادي وبقعتن ما بقعتي وما بمكاني بيلس أعرف كان ترام عنده أراضي ولا ما عنده اشتراني العين ما تشوف عدوان الله ما أدري أبوي كان عنده بنايات ولا عنده شيء ولا شيء بغى أبي أعرف شاب خيبة فأنت هذا فوق شفت ناس حلمت حجبات أظني من هالخليج وين ترى مويل فبغى أبي أقولكم أعرف كل شيء وأعرف البيوت بيت هذا منه بيته وهذا بيت. كل هالبيوت 90% منهم أعرفه حتى لو في العين الشعبيات والبيوت الكبار البيوت المعول البيوت هالدار يعني والقصور عاد حدث ولا حرج أعرفن والعرف البيوت والشوارع والمزارع كلنا عرفن في أمريكا ومال ترام وعندي مونة لجت من البرد وأنا فاتح لكم الباب طالعونك بعين نقمة بعين بغاضة ما صلاح تعالي جاي وين تبي تصير صلاح يعان ولا سير ترقد؟ ما فيك نوم؟ شو تبى؟ غدا حينة؟ نصير نرقد؟ هي يا له رقد ينعش لا عاد صلاح لا تستنزل ويلك وماله العالم كلها بالتم هناك شو عليه والله ما يدرابهم شلمتن عليه Yeah, we got a great show. Come on and have some fun. Hey, صلاح يضحك علي وضحك علي بي انا ارد على وراي واصوره انت الريال حزم يصاجع صلاح الله العظيم الصلاح برد this is a sumac سماك الابو كبر مينت ثانك يو ابوي هاي هذا ابوي عشان كبب اللبن ومشاوي مشكل وهاي صوت دجاج وهذا عيش لبناني عيش مال الطريقه اللبنانيه
وهذا فلافل. عاد السلطات الحارة كلها سارت، سلطات الحارة كلها وقفت، يعني اللي هي التبولة والمحمرة والحمص باللحم وحمص بيروتي وهذا كله وقف الحين على يابا. الطلب الرئيسي هذا في المطعم اللبناني اللي يوصل نيويورك وما يجي المطعم اللبناني هذا ترى غلطان. واللحم النية كبنية كبنية خيال 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 كبنية. والفلافل مالهم ما ودك تاكله من كثر ما هو جميل. ترتيبه هو كاشية هي طبلة ما تعرف لها ابدا. طبلة عاد اطريها لها طبلة مال لا طبلة لي عالجنها البنيات الاول في صدورها. هي والله شيء جميل والله شكلك. هاي روح هاي بوك قصة حبة الفلافل والله العظيم انها مشكلة. في العافية شقيقي خطر عليك تاكلنا. امين. ها امين. في العافية صلاح حبيبي. نحن كنا فوق هناك مطعم فوق المطعم ما شاء الله بلاد من كبره و عشاهم زين واكلهم زين. على فكرة ترى ما شيء المطعم انا جيت في امريكا لين الحين جيت مطعمين ثلاثة وكل هنا خير شيء يعني يصيحون منهم خاصة هاللبناني قالوا عنه شيء شو اكلهم زين طيب. يا غير ديكورهم ما فيه فخامة يعني هم في الفخامة. صلاح صبر 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 شو عايل انك صبر حبيبي صبر وين خلاص فديكوراتهم عادية يعني ما في الفخامة اللي موجودة في أوروبا في لندن يعني. بلاد أقولكم بلاد هذا رقم 238 بلاد من كبرى. مثلا بعيد ترى عن وين نحن ساكنين. مشكلة أنت مشكلة ما أدري شو ماكل. لا اليوم عاد أخ عليك صلاح سود الله يلا أبوي يلا أركب 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 جدا. السلام عليكم. قولني يلا يا حي الحياة سيارة دافية زين ضك منك هاكل منو هناك بيركب الجني انت. شبعت صلاح؟ الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد.